جولات شد وجذب وتغيرات إقليمية متسارعة أعادت تسخين الملف الليبي وأرجعت الفرقاء إلى طاولة الحوار الذي بدا متعثرا حتى وقت مضى. من جنيف وطبرق وأخيرا إلى المغرب، حيث تبدو الرباط المحطة المنتظرة في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة. نحن ننتظر القرار الذي سيتخذ هنا في طبرق والذي نتمنى أن يكون إيجابيا. ناقشنا هذا الصباح عمليا التزامات الطرفين. الحوار هو الحل الوحيد للأزمة الليبية. مجلس النواب الليبي صوت على العودة إلى الحوار بعد أن انسحب منه في وقت سابق. قرار المجلس هذا تزامن مع إعلان المؤتمر الوطني الليبي العام بدوره استئناف الحوار. لذلك تم الاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة على أن تكون الجلسة يوم الخميس القادم إن شاء الله في نفس المكان المحدد، وتمسك المؤتمر الوطني العام بضرورة إنجاح الحوار كعادته. على الأرض يبدو المشهد أكثر تعقيدا. ساعات قليلة مضت على إعلان العودة إلى الحوار. شنت بعدها قوات حكومة طرابلس ضربات جوية على مينائي رأس لانوف والسدر، وشنت قوات تابعة لحكومة طبرق غارات جوية على مطار المعتيقة في طرابلس وعلى مطار مصراتة. تبع ذلك إعلان الجيش الليبي الذي يقوده الفريق خليفة حفتر بسط سيطرته على بنغازي. تطورات ميدانية تثير تساؤلات كثيرة عن قدرة الحوار المزمع استئنافه على نزع فتيل الأزمة.